معاكم النهارده في حلقه جديده، والنهارده هنعمل اكله. النهارده طبعا انتوا عارفين ان النهارده الخميس، ودايما احنا كده بيبقى يوم في الاسبوع بنعمل يعني يا لحمه يا فراخ يا سمك، يعني برضو لازم نظبط نفسنا شويه. النهارده في حاجات يعني كتير جدا بتقف في سكتنا لما نيجي نعمل فرخه مشويه. الفرخه المشويه بتبقى سهله جدا، هي بسيطة. النهاردة هنعمل فرخة مشوية بطريقة سهلة جدا، أي ست بتعملها لو على الباجور هتعملها. النهاردة احنا هنعمل فرخة مشوية، وهنعمل جنبها شوية فريك، وهنعمل جنبها كمان شوية بقى كوسة خضرة ومرعرعة وجميلة وحلوة قوي. واحنا دايما نقول ان الكوسة بتغذي القلب، بس النهاردة هنعمل الكوسة بطريقة تانية خالص. الخضرة برضو بتبقى مفيدة جدا، احنا دايما بنتكلم ان احنا بنعمل اكل صحي، فاحنا على قد ما نقدر بنحاول نحط في اكلنا حاجات صحيه وحاجات مفيده. النهارده هنعمل صينيه كوسه بالخضره بالشبت والبقدونس والكزبره، وهنعمل كمان معاها طبق سلطه، وهنعمل كمان الحلو بتاعنا. انتوا طبعا عارفين ان احنا في موسم الشتاء، البرتقال والموز كتير جدا، وده موسمه. هنعمل برضو صينيه سخينه الموز، امي تقول عليها كده، في ناس يقولوا عليها حاجات باللافرنجي، شوفونا بقى واحكموا. ودايما يقولوا ان الفريك ملوش شريك، لكن النهارده ليه الف شريك. تعالوا بقى النهارده نشوف هنعمل ازاي الفرخه. الفرخه اول حاجه هنعملها عشان خاطر نقدر نخلصها معاكم وقدامكم. الفريك بقى زي حالتنا، متشارك في كل حاجة زي الناس ما متشاركة معانا. احنا كل حاجة بنقسمها وكل حاجة بنشارك بعض فيها. هتجيب الفرخة وتقطعيها 8، هتجيب الفرخة وتقطعيها 8 حتت لسببين. السبب الأول عشان لو عندك عيال كتير تكفي، والسبب الثاني عشان تستوي منك وتبقى حلوة لما تحطيها في الشبكة. النهاردة على فكرة أنا جبت الحاجات كلها من سوق بولاق، رحت بقى دايما انا بروح عندي سوق الوراق، فقلت بقى النهارده اروح سوق بولاق واجيب منه بقيه طلباتي. عاوزه اقول على حاجه مهمه، اللي عنده مشوار مش مهم ويقدر يخلصه بمكالمه تليفون ما يروحوش، يوفر عشان خاطر ازمه البنزين وعشان خاطر الشوارع الزحمه، واللي يقدر ان هو يقضي مشواره باقل حاجه يا ريت. والمشوار اللي مش مهم مش لازم نروح. الواحد بيشوف الناس كتير طوابير لازقه ببعضيها، مش عارفين دول رايحين فين وجايين منين. هنعمل بقى دلوقتي، اقول لكم الاول هنتكلم في كل الحاجه اللي احنا نفسنا نتكلم فيها، بس الاول هنحط الفرخه عشان تلحق تستوي معانا من البدايه، عشان كل ست بيت تعمل الفرخه دي بالظبط عامله 20 21 جنيه بالظبط. هتعملي الخلطه بتاعتها اي حاجه للشوي، سواء لحمه سواء ريش سواء فراخ، هي دي خلطتها. خلطتها بقى ايه؟ بصلايه وطماطمايه وفصين ثوم وشويه خل، وتعصري ليمونه، وتحطي البهارات اللي نفسك فيها، اي بهارات تحبيها حطيها فيها، واضربيهم كلهم في الخلاط، هتطلع لك بالشكل ده. هتحطيها عليها اهي، هنقلبها بس كويس، ونحطها في صينيه على النار عشان تستوي. لازم تسويها كويس الاول، وهي هتشرب تتبيلتها دي. لو انت بقى هتشويها على شوايه في البيت او هتشويها على الفحم، عندك شوايه بالفحم، سيبيها منقوعه ساعتين ثلاثه، لكن عشان احنا هنسويها في الخلطه دي هي هتشرب الخلطه بتاعتها، هتشربها مش محتاجه تركنيها اهي. الخلطه بسيطه جدا، بتحطي بصلايه وطماطمايه وفصين ثوم وملح وفلفل وبهارات، وبتضربيهم كلهم في الخلاط اهي، بس لازم بقى تقلبها كويس زي انا ما بقلبها كده، وتحيقيها بقى، وتحطي شوية خل، وتحطي نص ليمونة، كل الحاجات دي، وتضربيها في الخلاط. الخلطة لو انت هتشويها، انا قلت لو على فحم او عندك شواية سيبها ساعتين ثلاثة، لكن لو هتعمليها زي هي في وقتها، هنولع عليها دلوقتي وتوطي عليها، هتنزل ميتها وتشربها وتبقى زي الفل. وهنشويها وتشوفوا بقى فرخة احسن من بتاعت الحاتي. فاكرين يوم الشوي بتاع يوم بتاع السطوح ده كان يوم. هتجيبي صينيه او حله اي حاجه عندك، وحطيها في قلبها تستوي اهي. و
ولا كل ست بيت تقول نفسي اعمل فرخه مشويه للعيال، وكل الستات بتعاني ان هي ما عندهاش الفرن بينشف الفرخه لما بتتشوي، ما عندهاش شوايه كهرباء، ما بتقدرش تجيب فحم وتكلف نفسها فوق طاقتها كمان عشان تطلع فرخه مشويه. فهي العمليه زي الفل وسهله جدا وهتعجبكم قوي. هنولع عليها ونسيبها لما تستوي، وبعد كده هنشوف هنشويها ازاي. غطيها بقى عندك باي غطا، يعني انا دايما بستعمل الغطيان بتاعه الحلل في اي حاجه. بس كده ادي الفرخ. ايوه يا ام اسراء. غاليه ازيك؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله احنا بخير. احنا من اسكندريه. اهلا وسهلا باهل اسكندريه. اهلا بيكي، كنت منورانا هنا في سموحه. والله دي منوره باهلها. الله يخليكي، بس احنا بقى في الرمل. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي يا حبيبتي. عامله ايه يا اختي في البرد اللي عندكم ده؟ والله الدنيا مقفقفه، انا قاعده انا وحفيدي على السرير. ياسين. قاعده انا وياسين على السرير. ياسين. والله انت عارفه قلبي عندك ده الواحد ما الله يخليكي، قلبك عند النبي يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله. بس على فكره اسم ياسين ده غالي عليا، واحده حبيبتي ابنها اسمه ياسين وروح قلبي هو. ما هو جاي في السكه بقى، هتجيب وتسميها سجده، تسميها مش عارفه يا اختي اسامي من القران كده، عيالي بقى عمالين يسموا حلوين اهو. يلا كل يجيبوا ربنا حلو. الحمد لله، ما انا معايا اسراء، معاها ثلاث بنات، روان ورودينه وحبيبه. يا اختي يعيشوا ويجيبوا لك وتربي، يتربوا في عزك. الله يخليكي، اول ما تشوفي بناتك يا رب. الله يخليكي. العموم يعني خلي بالك انت بتعملي الاكل كل ده انا بعمله يا قلبي. ما كلنا بنعمل نفس الاكل، بس يعني في حاجات بشوفها اول مره اسمعها يعني منك. لا ولا يهمك، انتوا كلكم شاطرين. الله يخليكي يا حبيبتي. زي الشلاوله مثلا، ما سمعتيش عنها ولا سمعتي؟ لا سمعت عنها، جوزي قال لي امه كانت بتعملها. ما هي دي اكلاتنا القديمه. بس الحكايه اللي هو الكرنبيت والسخن ده، اللي هي السلطه السخنه دي، اول مره اشوفك بتعمليها. لا بس يعني. بص الحاجات دي كلها ام اللي بتقول لي عليها. والحاجات دي كلها كنا بناكلها واحنا صغيرين، وما زلنا بناكلها. وما زلنا بناكلها، بس الحمد لله احنا يعني ماشيين نفسنا. يعني خلي بالك انا كنت برضه طباخه. ما انت باين عليك اهو. الله يخليكي. يعني وبعمل اكل حلو يعني، وكل الاكل ما بعصاش عليه، وخش المطبخ مش عايزه حد جنبي. ايوه انا اللي اقوم بالفرح كله. اقومي بالليله كلها. عقبال ما نيجي نقوم بالليله عند ولادك يا رب. الله يخليك يا ست الكل، انت مشرفاني. وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه. واميره ديت يعني هي اسم على مسمى. ان شاء الله تسلمي يا ست الكل. والله يعني حقيقي. ربنا يخلي لك ياسين واخواته يا رب. وفي كلامها ذوق، وكل حاجه ذوق، وانتوا كلكم ذوق والله. ان شاء الله تسلمي، ان شاء الله تسلمي. هو البرنامج ده كان عامل مسابقه، فانت طلعتي فيها مسابقه؟ لا ما عملناش مسابقات والله. يعني انت طلعتي كده اللهوي. لا 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 ما فيش مسابقات ولا حاجه. طب يا حبيبه قلبي، على العموم انا اتشرفت بيكي. الله يخليك. والله وجهات بيتي اللي هي ام ياسين برضو بتقول لي يعني سلمي لي عليها. واسراء قاعده جنبي برضو اللي هي بنتي الكبيره. بس انا عاوزه اقول لحضرتك حاجه، انا عاوزه بس احذر الناس. هو حد يبقى عامل مسابقات باسمي ويقول لكم ست غاليه هتكلمكم او الكلام ده كله؟ احنا بقول يمكن يكون معمول مسابقه وهي فازت في المسابقه عشان انت شاطره. الله يخليك. والله انت شاطره جدا. احنا كل اللي بنعمله كل يوم حد بنجيب ضيف، وان شاء الله نعزمك عندنا يا ام اسراء. الله يخليك يا حبيبه قلبي، انا تحت امرك في اي وقت. ان شاء الله يخليك، انت شرفتيني. اتفضلي عندنا، احنا هنا بتوع اسكندريه هنا يعني اديكي شفتي. اهل الكرم. رحتي السوق ونورتيني. اهل الكرم. الله يخليك. انتوا اكتر. الله يخليك يا ست الكل. ماشي حبيبي، بيسلمي لي على الانسه اميره، وربنا يوعدها بابن الحلال يا رب اللي يكرمها كده. هيسي يا ست اميره، الدعوات نازله عليكي ترف. انا عندي بنات زيها، وكنت يخلي اي حد يدعي لبناتي. ربنا يسطر كل البنات يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي. شرفتيني يا ست الكل. الله يخليكي، وانت تشرفي مصر كلها. الله يكرمك. ماشي حبيبي قلبي. مع الف سلامة. محمد رسول الله. خلي بالك انا اول مره اشترك. ده من حظنا الحلو. لا وانا من حظي الاحلى يا حبيبتي. واهم حاجه بس تبوسي لي ياسين اللي جنبك. والله هو نايم جنبي اهو، حبوسهولك وامه بتضحك اهي. بوسيهولي بس. الله يخليك يا حبيبتي، عقبال ما تشوفي بناتك يا رب. ان شاء الله تعيشي، شرفتيني. يلا يا قلبي مع الف سلامه. مع السلامه. متشكرين للمشاركه بتاعتك دي. الله يكرمك. يلا مع الف سلامه. مع السلامه. الكوسه، انتوا عارفين ان الكوسه احنا دايما في الشتاء الخضار يبقى نازل عليه بركه ربنا، بيبقى اخضر ومصحصح وحلو ونادي،
وكتري منه زي ما يعجبك. الكوسه بصوا عامله ازاي، شكلها اخضر وعامله زي اللولي، تفرح. جيبيها واعمليها بالطريقه دي، هتحطي فيها تاكلي كوسه فيها كل الفيتامينات وفيها كل خير ربنا. اول حاجه هيبقى فيها البصل وفيها الكوسه وفيها الشبت وفيها البقدونس وفيها الطماطم وفيها الجزر المبشور. شوفي الالوان، احنا دايما نتكلم عن الالوان وعن الحاجات الصحيه اللي تفيدك، يعني مش كل حاجه تجيبي الكوسه وتطبخيها او صينيه، لا، حطي فيها كل حاجه تحبيها مفيده للجسم، ده اساس اللي احنا بنتكلم فيه. هتجيبي بصلايه مبشوره وهتحطيها على النار في شويه سمنه، وبعد ما تتشوح شويه هنضيف عليها الكوسه والجزر المبشور، وهنخلي الخضره في الاخر. يعني شوفوا شكل الخضار حلو ازاي، عامله زي التصاوير بتاعه بره اللي بنشوفها في التلفزيون، يصوروا كده الخضار تصاوير حلوه. احنا عندنا الخضار حلو رباني. البصله ما تسيبهاش يعني تتحرق، يا دوبك شوحيها، لان دايما لو تاكلي كمان الاكل ني في ني يبقى صح قوي، لكن معظم الناس عندنا في مصر يحبوا الاكل المتسبك او الاكل المتشوح، فانت لو كمان عملتيها ني في ني على القلب بعض هتطلع احلى كمان. يعني اي حد كمان بطنه بتوجعه او عنده كلى او عنده لا قدر الله اي امراض وحشه، ني في ني احسن حاجه، حطي كله في قلب بعض وحطيه على النار هيبقى زي الفل. هنحط بقى الكوسه تاخد تشويحه ومعاها شويه ملح وفلفل مع البصل. اهم حاجه الخضره هنسيبها في الاخر عشان ما تفضلش تغلي وتدبل وتبقى وتسود في قلبيها، هتسيبها في الاخر خالص تحطيها على اخر غلوه. والجزر نفس النظام، لازم يبقى مبشور عشان الكوسه ما بتتحملش في السوى. ايوه يا ام محمد، ازاي؟ عليكم السلام. ازيك يا ست فندم؟ ان شاء الله تسلمي. كويسه ان شاء الله. الله يخليك. ازيك وازاي اهل السعوديه الكرام؟ هم بيسلموا عليك، انت عامله ايه؟ احنا بخير طول ما انتم بخير. والحال عامل عندكم ايه؟ الحمد لله احنا في نعمه رضا. الحمد لله، اكلك حلو قوي. ان شاء الله تسلمي. اكلكم انتوا احلى. لا الله يخليكي، كلكم كويسين. انا النهارده هعمل لك فرخه بقى مشويه من فوق عين البوتاجاز كده. هتشوقينا للاكل بقى بتاعك. اه شفتي بقى، انا بقول كل عقده ولها حلال، مش عاوزه ست بيت يبقى نفسها في حاجه وما تعملهاش. تسلم ايديكي. وبعملها يعني تحت الايد ان شاء الله. الله يخليك، اصل انا قلت بقى ايه، اصل كلمه يعني ايه كلام في سرك، انا كنت في العيد مستلفه الشوايه اللي طلعت بيها على السطح. فقلت بقى هروح لجارتي اجيبها تاني، يا بخت من زر وخفف، وان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. فقلت النهارده اتصرف واكل العيال فرخه كده تكون ايه مشويه بس بطريقتنا بقى الحلوه. تسلم ايديكي. ان شاء الله تسلمي. واعملي كحك العيد. عينينا يا سلام. ان شاء الله ايامنا كلها عيد. تسلم عينيكي. انت عارفه بقى؟ انت عارفه عندك الشيخ محمد والشيخ عبد الله الشريف عبد الله بيكلموني من السعوديه، ناس امره 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 فوق ما تتخيلي، وذوق قوي. وانت امر والله العظيم، يعني انا بقول دايما اهل السعوديه ناس كرمة. وانت اكرم. الله يخليكي. اي خدمه يا ست غالي. الله يخليكي يا ست الكل، ده انا عندي ام محمد ومنوف وكل السعوديه احبابي. وانت حبيبتنا كلنا. الله يكرمك يا ست الكل. الله يكرمك. الله يسلمك. شرفتينا. مع ألف سلامة. مع السلامة. لما بتشوحي الكوسة كده مع البصلة بتاخد طعم وريحة، يعني قبل من يعني تشويحة البصل بتديكي ريحة حلوة، بتديكي ريحة حلوة للأكل لما تشوحيهم كده. لا وكمان اللون بتاعها يفضل أخضر وحلو، وأهم حاجة ريحة الأكل، ده ريحة الفرخة اللي طلعت. الله. ازيك يا ابو عمرو؟ عامل ايه؟ يا ست غالية اخبارك ايه؟ صحتك عامل ايه؟ مساء الفل يا ست غالية. ان شاء الله تسلم. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله، احنا الاسرة النهاردة متجمعة كلها
وبصراحة عاملين وليمة حلوة يعني بالصلاة على النبي. يا اخويا متجمعين عند النبي. الله يخليك. أم عمرو بقى غشت منك المرة دي. وعملتنا شوية حاجات حلوة كده. الحلقة بتاعت أنسة إيمي إيميلي. اوعى تقول ممبار وكرشة بقى. هو نفس الموال. ممبار ولحمة راس و بس زيادة بقى كوارع. ألف هنا وشيفة. وتسقية كوارع كده ومحشي. واخد بالك؟ ودي حاجة فل بالصلاة على النبي. ألف هنا وشيفة وألف صلاة عليك يا نبي. الأكلة دي ناقصاكي بصراحة يا حاجة غالية. بألف هنا وشيفة يا أبو عمرو. والله العظيم الأكلة دي ناقصاكي أنت بس. إن شاء الله هجيلك. أنت تشرفينا يا حاجة غالية. مطرح ما يسر يمر يا أبو عمرو. النهاردة بقى مفاجأة بقى أسمعك أم عمرو، عايز أتكلمك النهاردة. هتهالي يا مرحب. يلا يا ستي. عشان هي بصي هي بقى نفس اللي انت عملتيه وكتبت الطريقه وعملت الممبار النهارده بتيبيكال يعني. طب خليها بقى تعمل لك الكوسه المطبوخه بالجزر والخضره دي. ما شاء الله ممبار 100 100. ولحمه الراس عملت طاجن لحمه راس. ده بتبقى عسل في الفرن. ما هي استاذه بقى. الكوارع زي الفل برضه. ما هي استاذه مش كل من ركب الحصان خيال يا ابو عمرو. تكلميها بقى ايه معاك، هتكلمك هتمسي عليكي وتقول لك تسلم ايديك يا ست غالية. الله يكرمك. وانا اكلمك تاني بعديها برضو. ماشي يا ابو عمرو. ازيك يا حاجة غالية؟ ان شاء الله تسلمي يا ست الكل. حسك بالدنيا يا قمر، بس هقول حاجة صغيرة وارجع لك. قول. عملت السجق وعملت اللحمة راس والفتة وكل. لما نيجي بس اقول للناس حاجة عشان اقفل الحلة. بعد ما بتحطي البصل ومعاك كوسة وبتحطي الجزر المبشور، بتحطي شويه طماطم صغيرين قوي. حطينا كل حاجه، شويه طماطم صغيرين كده وبس. هنسيبهم يتشربوا بقى وبعد كده هنزودهم ونحط الخضره في الاخر. قولي يا ام عمرو. عملت لك الكوارع وعملت السجق. ايوه. ما قلتليش ليه يا اختي؟ كنت بعت لك ايميلي دي ساعدتك. وعملت الدمعه وعملت المحشي وكله زي الفل. شفتي بقى والممبار. شفتي ايميلي بقى اللي كانت معانا هنا اللي من فرنسا وهي عماله تدفس في الممبار؟ ايوه. شفتي بس طلعت شاطره، عملته كله زي ايه، زي اللهلوبه. وعملناه برضه النهارده. الف هنا وشفا يا ام عمرو. تسلم ايديكي. انا عاوزاكي دايما تكلميني بقى، مش المره دي بس، وحسك في الدنيا. لا عيني. ما انا بكلمك على طول. كلمتك مره كان يوم جمعه. حسك في الدنيا يا رب كده دايما وبخير. سلمي لك على البنات وسلمي لي على البنات وعلى عمرو وعلى كل حبايبك. حاجه غاليه. يا ابو عمرو معاكي بنتي بقى حنان. طيب الدهان وبعديها صفاء برضو. ماشي. اللي كانوا معانا في الحفله كده. الممرضه صح، عايزين يكلموكي دلوقتي. معاك اهو. الو ازيك يا استاذه غاليه؟ ازيك يا ملاك الرحمه؟ صحتك عامله ايه؟ الحمد لله. ماما بتعزك وبابا بيعزك كتير والله، واخواتي. انا بحبكم كلكم وعلى طول والله بنتعلم منك اكل كتير والله. سيبك من موضوع الاكل ده، انت ممرضه ملاك الرحمه. بتفرج عليك على طول والله. انا بحيي كل ممرضات مصر اللي بيتعبوا وبيشقوا. انا بحيي كل اللي بيشتغلوا في البرنامج واستاذ احمد الجوهر وكل والله. الله يخليك يا ست الكل، شرفتيني. وانت والله انسانه جميله وروحك حلوه. الله يخليك يا ست الكل. والله ربنا يخليك يا رب. وبسيطه جدا. الله يكرمك. والبرنامج بتاعك بيعجبنا قوي والله. ما هو اكلنا بقى. وعملنا زيك بالظبط. ماما ام عمرو بتقول لي عملت الممبار والكوارع وطاجن مش عارفه ايه. انا تيجي معانا تتعزمي عندنا كده ان شاء الله. هاجي لكم قريب ان شاء الله. خدي اختي الصغيره معاك. يا حاجه غاليه. يا ابو عمرو معاكي بقى صفاء الاخر العنقوده اهي. سكر معقود يا ابو عمرو. دي في سياحه وفنادق، دبلوم السنه دي سياحه وفنادق. طب ده انا ما اتكلمش بقى، ده تلاقيها بقى بتطبخ طبيخ احنا مش قد. دي حاجه تاني بقى، برنسيسه دي. اي طب يلا يا برنسيسه. الو الو ازيك يا برنسيسه؟ الحمد لله. لا علي صوتك شويه بقى يا برنسيسه عليا كده سامعه. هو في احنا بنحبك جدا والله. هو في برنسيسه بتتكسف؟ لا علي صوتك شويه. احنا بنحبك قوي والله. الله يخليك يا حبيبتي. بحب اكلك جدا. الله يكرمك يا قمر. ان شاء الله يا رب كده يخلي لك امك ودايما تعمل لكم الحلو كله. شكرا. مع السلامه.
عاوزه بس يا استاذ احمد لو نشوف بس الموضوع الفرخه يا جماعه اوعي تحط لها ميه، هي على ميتها توطي عين البوتاجاز وعلى الميه اللي هتنزل منها مع ميه الخلطه، وكل شويه تهزيها كده عشان بس ما تلزقش وتبقى تمام كده. وريحتها كمان يعني ريحتها ممكن تتاكل كده من كتر التتبيله الحلوه اللي فيها من غير كمان ما تتشوي، بس لازم تشرب ميتها كلها وتتاكدي ان هي استوت 100% عشان لما تيجي تكسريها ولا تلاقي فيها دم ولا تلاقيها نيه وتبقى مستويه تمام. ما بتاخدش حاجه 10 دقائق ربع ساعه بالكتير قوي. اهم حاجه تلاقوا تجيبوا الفرخه ما تزيدش عن كيلو ونص، تكون كده شامورتي وحلوه، ولو هتجيبيها فرخه بيضه ما يجراش حاجه، لو هتجيبيها بلدي تكون شامورتي وما تكونش قطعه بيض بقى وعجوزه تقعد 6 اشهر على البوتاجاز. اهم حاجه تنقي الفرخه الصغيره الوروره. هنيجي بقى هنشوف موضوع الكوسه ده، ده الكوسه دي هتطلع ايه احلى كوسه. الله ريحتها برده حلوه جدا، الالوان بصوا الوانها اصفر مع القوطه حمراء مع البصل ابيض، ولسه بقى هنحط لها شبت وبقدونس وكزبره وما حطيناهاش ميه، هي لسه بتنزل في ميتها، هتبقى حلوه كده وملفوفه وهتبقى جميله قوي. النهارده هنعمل بقى حاجه جميله قوي جنبها، هنعمل شويه فريك، في فريك اخضر وفي فريك لون القمح كده. فريك الاخضر اللي هو الفريك الصعيدي، وده فريك برضو بس ده مبروم على قمح، ده يعتبر قمح زي القمح كده بالظبط، فبتفرق شويه. الفريك الاخضر بياخد نقع كتير جدا، يعني ممكن تنقعيه 5-6 ساعات عشان لما تيجي تسويه ما يبقاش نشف. الفريك اللي لون القمح ده ما تنقعهوش غير قبلها ب10 دقائق بس، تقعديه في الميه منقوع 10 دقائق، لو اكتر من كده مش هتعرفي تسويه لسبب، هتلاقيه ملتوت وزي العجينه، لكن ما بياخدش نقع ويبقى شكله بالشكل ده اهو. بصي يبقى منطور كده، ما تسيبهوش في الميه يشرب عشان خاطر انت لو عندك شويه شوربه هتحطيهم عليه برده يقبل منك الشوربه يبقى طعمه حلو، لو مش هتعمليه بشوربه يقبل منك برده شويه ميه ويبقى مفلفل وجميل اهو. بصي انا نقعاه، بص عامل ازاي، ما تسيبهوش يتلت في ميه النقع وتصفيه كويس. الفريك ده برضو سهل قوي وهنعمله دلوقتي ويبقى زي الفل. على فكرة الفريك مغذي جدا عن الرز عشان القشرة اللي فيه دي بيقولوا عليها فايبر، بيقولوا عليها مغذية جدا، القشرة زي القشرة اللي في القمح، القشرة اللي في القمح برضو بتبقى جميلة جدا وحلوة. عبال بقى الكوسة ما تستوي والفرخة تستوي هنعمل معاكو طبق سلطه حلو لزوم الاكله، ده لازم طبق السلطه بقى مع الفرخه المشويه. لو حبيتيش تاكلي لا فريك ولا كوسه، هتاخدي شويه سلطه مع حته فرخه او شويه فريك مع شويه سلطه، هتمشي الامور. ايوه استاذه مروه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي؟ ازيك يا مدام غاليه. الله يخليكي. انا صديقه جديده ان شاء الله. تحت امرك. لا اكل جميل كله، انا بتصل بيكي بس عشان اشكرك على الاكل الجميل دوت. اهلا وسهلا بيكي، انت مشرفانا. ربنا يخليك يا رب. وعلى فكره احنا ما عنديش اسواق قريبه مني، بس انا بتصرف برضه واروح. لا اهم حاجه تروحي سوق تجيبي منه خضره حلوه كده. بعرف اجيب الحاجات اللي انت بتقولي عليها برضه، يعني بتصرف. واهم حاجه انا احب دايما اللي يتصرف، بس اهم حاجه اما تروحي تجيبي خضره سواء جرجير زي اللي في ايدي ده او بقدونس، تجيبي الحاجة تكون خضرة وحلوة. لا لا ده حاجتك جميلة كلها ما شاء الله. انتي احلى. انتي لو انتي حابة تعملي على الفحم وما عندكيش شواية، ممكن بعد ما بتخلصي الفرخة كده تولعي فحماية على النار وتحطيها في الصينية وتنزلي عليها معلقة سمنة بلدي او اي معلقة سمنة عادية اي حاجة. ان شاء الله تسلمي. وتقفلي عليها الصينية بتعمل برضه ريحة الفحم بالظبط. نبي انتي ست الشطار، فينك من بدري. لا لا. جنبك حاجه طبعا. لا لا فكره حلوه برضو، يا ريت كل الناس تبقى واخده بالها منها. يعني بتقفليها بالغطا بعد كده بتطلع ريحه الفحميه جواها كلها بعد ما بتتشوي وتخلص. لا ده انت تيجي جنبي هنا بقى يا ست مارو. الموضوع ده على فكره كمان الله يخليك، فكرتك دي كمان حلوه قوي في الكفته. ما انا بقول لك في الكفته كمان بعملها كده بتبقى تحفه طبعا. وفي الفول وفي المسقعه. ايوه لا جميل. بتبقى ملهاش حل. لا جميلة وتسلم ايديكي. ان شاء الله تسلمي.
ميرسي جدا. اهم حاجه لو عندك اطفال كتري من الخضار، اغسلي الخضار حلو وتاكلي حلو. الخضار الايام دي زي الورد. لا جميل. لا انا بحاول اعمل زيك بالظبط والله، بتعلم من حضرتك. بتنزلي بقى من القاهره الجديده دي بعيده شويه، بتنزلي ازاي؟ بقى لا بنزل بقى لما بكون عند اي حد قرايبي وعندهم سواق بنزل بتسوق برضه. لازم وفاصلي ما تاخديش كده من بق البياع على طول. لا طبعا الواحد بيعمل والحي العاشر السواق هناك والحاجات دي كلها بنتصرف يعني اكيد. ايوه اتصرفي. الحاجات اللي انت بتجيبيها دي حاجات جميله وببقى عايزه اجربها. جربي. واهم حاجه انا عندي الخضار، انت عارفه الخضار والالوان. الالوان بتخلي ذاكرتك تعيشي 100 سنه ما تنسيش حاجه. لا ما شاء الله. لا ما شاء الله. والشعريه دي جربتها برضو ورحت وجبتها. اللي انت عملتيها المره اللي فاتت كانت تحفه. انت شفتي لما انا قلت الست الشاطره تكف الفرح بوزه؟ ايوه انت شفت. امثالك جميله والله. انت ما شاء الله سكر، ربنا يحفظك يا رب. انت عارفه ان النهارده معايا فرخه ممكن اوكل بها فرح. ما شاء الله ما انت قطعتيها كتير شطوره والله. انا بعمل كده، كلنا بنعمل كده. تمشي امورك على طول. جميله ربنا يوفقك يا رب. الله يخليك يا قمر. ان شاء الله يعني ان شاء الله. الله يكرمك. احنا دايما نقول كل عقده ولها حلاج. ايوه ما فيش حد بيغلب. ربنا يخليك. انا شرفتين. عندي برضه بهي. شرفتيني. برضه لو ما افتكرتنيش يبقى ام بهي، اوكي؟ ماشي، كلميني دايما ومش عاوزاها تكون اخر مره. ان شاء الله. لا هكلمك على طول ان شاء الله. ان شاء الله يا ست الكل. شرفتيني. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. الفرخه خلاص هي قربت تستوي وهتطلع تتهوى شويه ونحطها في الشواية وهتبقى فل. عملنا طبق سلطه زي ما انتم شايفين، هنشوف بقى الكوسه وصلت لفين. بصوا الكوسه هي نزلت ميتها، زي احنا ما حطيناش ميه، بصوا لسه فيها ميتها. ما تحطيش فيها ميه غير لو لو حسيتي ان هي محتاجه ميه. لو حسيتي ان هي محتاجه ميه الجزر فيها وكل حاجة فيها شكلها جميل وطعمها كمان هيبقى مفيد جدا. رجعنا تاني عشان نشوف الفرخة. الفرخة لسه برضو شوية، لازم تسويها قوي على فكرة. انا ولا بسويها نص ولا بسويها كده ولا كده، ده انت لازم تسويها كويس قوي. تسويها كويس قوي. هنحط بقى البقدونس. انا قلت تخلي البقدونس على اخر غلوه. بقدونس وشبت وكزبره، كل دي كلها حاجات مفيده. يا استاذ شريف. ايوه السلام عليكم. ازيك حد غالي؟ ازيك يا استاذ شريف؟ تسلم ايديكي. انا بص عامله لك النهارده بقى كوسه بكل الخضره اللي مفيده للمعده. ايوه تسلم ايديكي، حاجه حلوه. ان شاء الله تسلم. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل والله. تسلم ايديك على البرنامج الجميل بتاعكم ده. الله يكرمك. كنت انا عايز بقى، عايزين ان احنا نعمل كوارع عندنا هنا. بس عايزين بقى طريقتها كده، غسلها وتوضيبها وعمل الفته بتاعتها ودقه الثوم. عايزين ناكلها زي ما كنا بناكلها كده في سيدنا حسين، الناس تروح بتاع كوارج جنب الفطاطر اللي عند سيدنا حسين. ايوه انا كنت كل ما انزل اجازه بصراحه اروح هناك اكل كوارج. لا ما تروحش تاني بقى، نعملها لك برضه في شبرا. بس طبعا هنا بقى المدام معايا فعايزه تعملي لنا كوارع، فهي عايزه تسلم عليك وقول لنا الطريقه بتاعت الكوارع دي. بسيطه قوي. هم عندكم بيبقوا متنظفه ولا مش متنظفه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك ست غالية؟ ان شاء الله تسلمي. طمنيني بس، الكوارع عندكم بيبقوا متنظفه ولا انت اللي هتنظفيها في البيت؟ لا بيجيبوها متنظفه زي الفل. طيب بصي يا ست، انت عاوزه تعملي فتة كوارع بقى. ماشي. اهم حاجه بقى الكوارع محنجله ولا الاثنين قداميين؟ لا هي الكوارع بتجيلنا متقطعه ومتغلفه وجاهزه. لا بس هقول لك على حاجه بقى، يعني انا لما اروح اشتري دايما الكوارع الاقي دايما العفاشين يحنجلوها، يدوني فرده قدامانيه وفرده ورانيه. مش عارفه يعني ايه حنجلوها دي، بيحنجلوا الرجول يعني ولا ايه؟ يدوكي دايما فرده. يدوكي ده يا استاذ شريف اكيد عارف، يدوكي دايما اصل الجزء فرده وفرده، يعني بيدوكي فرده وفرده. بالظبط. الجزء القداماني دايما بيبقى عليه العين، بيبقى مربرب كده وحلو، والجزء الوراني بيبقى معرقب وناشف شويه. فيدوكي فرده حلوه وفرده مريحه.
ايوه. فخدي بالك انت من الموضوع ده. خلاص ماشي. احنا بنجيبها بقى ما نعرفش نحنجل من اللي مش من المعرقه بصراحه. انت بقى خلي شوفي ترجم لك الموضوع ده، انت اكيد مش فاهمه انا بقول ايه في الموال ده. لا والله انا فاهمك ليه، انا منين يعني، ما انا مغرفه فاهمك والله. طيب فاهمك. اهم حاجه بس انت لما بتيجي بتغسليها كويس بالدقيق وبالخل وتبقى تمام. اهم حاجه تغسليها بالدقيق والخل وتصفيها وتسلقيها لما عظمتها تطلع، لان أيوة. طبعا ايه، انت عارفه ان الكوارع لو ما استوتش كويس تبقى تشد زي الكاوتش، فلازم تستوي. بسويها بتستوي مني خالص. بس انت لو هتحطيها في طاجن سيبي فيها روح. أيوة. شويه يعني ما تسويهاش السوى الكامل. احطها في طاجن يعني مع تقليه؟ لازم تسلقيها الاول، تسيبي فيها. أيوة. تسيبي فيها كده ربع كده مش مستوي عشان تعملي حساب الطاجن اللي هتخش فيه. ايوه. وبعد كده طبعا بتعملي لها بصلايه مبشوره ومعاها فص ثوم ومعاها شويه كزبره. أيوة. ناشفه، وتشوحيهم في بعض وتنزلي عليهم بالطماطم وتروحي رميها فيها وصبها في طاجن ومدخلاها الفرن وسايباها. عاوزه تحطي لها حمص، عاوزه تحطي لها حمص طبيخ براحتك، عاوزه تعمليها كده من غير زي ما يعجبك. ايوه. دي بالنسبه للكوارع اللي بتحط في الطاجن. ايوه يعني بسيطة جدا. طيب واللي هي الفتة بالشوربة؟ عاوزة انت فتة الكوارع بقى بالشوربة عادية جدا. أوه. زي اللي بنعملها في العيد. ايوه. جيبي ال زي فتة اللحمة الضاني بالظبط. ايوه. دقة التوم بالخل وكده ودقة التوم والخل وانزلي عليها بالخل والتوم وتبقى فلة. خلاص ربنا يبارك فيك يا استاذ غالي. الله يسلمك. ربنا يبارك فيك يا رب ويجعلك كده دايما يا رب بالخير للناس كلها. سلمي لي على بناتك كتير وسلمي على الحاجه والدتك. الله يخليك. اديني بس استاذ شريف اخد رايه في حاجه. طب ابعت سلامي بس لامي في مصر، وابعت سلامي لاخواتي مرفت وهناء، وابعت سلامي لعيال اخويا رمضان حبيبه وحنين وامهم. سلامك وصل يا ست الكل. الله يبارك فيك. سلمي لي على كل حبايبك وسلم على كل الناس كلها. والله ماشي يا ست الكل. اديني بس استاذ شريف اخد رايه في حاجه. خدي معاك. معاكي شريف. استاذ شريف. اموري يا حاجه غالية. احكي لك على حكايه بقى كده، عاوزاك تقول رايك فيها بصفتك بقى ايه، واحد بقى من ناحيتنا كده. اموري. ابن بلد زينا. جالي النهارده واحد الماني، صحفي الماني، وبيعمل معايا حوار. عندك برنامج مشهور والعالم كله بيتفرج عليه ومش عارفه ايه. طلع عم الحاج زي ما انت شايفني، انا ست فقيره. الفرق الوحيد ان انا ما بتكسفش من فقري، هو انا زي ما انا بركب الميكروباص وبقف في طابور العيش وبروح السوق وبشيل القله على دماغي واروح واجي زي ما انا. قال لي مش ممكن. قلت له هو كده، انت ايه رايك؟ واحنا كلنا غاليه زيك. انت عارفه اللي عرفني ليكي مين وقال لي اتصل واتفرج على القناه دي؟ واحد صاحبي واخد الجنسيه الالمانيه في برلين اسمه ابو الحسن. فقال لي بقى في ست سكاره قوي اسمها غاليه شعبيه زينا بالظبط يا شريف، وواخد الجنسيه الالمانيه بقى له حوالي 13 سنه في المانيا ما شاء الله. وليه زميله من سوريا برضه ما شاء الله بيتفرج على البرنامج قاعد في فرانكفورت. فالاثنين منهم واحد اتصل عليا هو اللي قال لي الكلام ده بعد العيد. فلما جيت اتفرجت عليك وشفت البرنامج فرحت قوي. وبعدين ما شاء الله انت ضيوفك كتير قوي من سويسرا واستراليا وكندا، ويعني وصلتي العالميه ما شاء الله ربنا يحفظك. مش عارفه يوكل البلدي يوكل يا بنت الحلال. امال انت عارف يا استاذ شريف مش ملحقه يا اخويا على الخواجات اللي داخلين وجايين عليا دول. يا رب تسلم ايدك ويكتر الخواجات عشان السياحه تنتعش في مصر ونشوفهم دايما عندنا كده منورين في مصر ونكون بلد الامن والامان. جالي واحد خواجه بيقول لي انت مبسوطه؟ قلت له هقول لك على حاجه، انا كنت في جره وطلعت البر. وقالوا يا غاليه امتى طلعت القصر؟ قلت لهم امبارح العصر. ابدا يعني احسن من القلعه ان شاء الله يا حاجه. الله يخليك يا استاذ شريف. ربنا يحفظك يا رب ويعلي مراتبكم كلكم في مصر يا رب. الله يكرمك، وان شاء الله لما تيجي بالسلامه لازم تيجي تطبخ لي طبخه هنا ان شاء الله. شرفتنا ان شاء الله. ربنا يحفظك يا رب. الله يخليك يا استاذ شريف. مع السلامه. الفريك دايما لو انت هتسقيه بشوربه لازم الشوربه طبعا فيها الملح والفلفل والتوابل بتاعته التامه. لو انت مش هتعمليه بالشوربه تعملي له برضه في الحالتين لازم تعملي له بصلايه مبشوره صغيره عشان خاطر تدي له الطعم. بتحطي لها شويه ملح وشويه فلفل وتشوحي فيهم البصلايه ومعاهم الفريك تشويحتين، وبعد كده بتنزلي عليه بالعقد بتاعه. في ناس تحب تحط له شويه طماطم معصوره وفي ناس لا، على حسب ما تحبي. الاختيارات في ايديكي، بس اهم حاجه
تحطي معاه بصلايه صغيره مبشوره، بصلايه صغيره مبشوره وتشوحيها زي احنا ما بنعمل، وتنزلي عليها بالفريك برده وتشوحتين معاها. هيا ايه اشتغلت. ازيك يا ايه؟ عليكم السلام. عامله ايه؟ انتوا اخباركم ايه؟ كويسين يا رب تكونوا بخير. اخبارك ايه يا ايه؟ كويسين الحمد لله يا رب دايما يا ايه. اكلتك عجبانه قوي والله، اشتغلت الله يخليك يا حبيبتي، ده انتوا اللي احسن. والاكل برضك اللي انت بتعمليها دلوقتي. انا بعمل فريك، والفريك مالوش شريك بس عندنا هنا ليه شريك. اخبارك ايه وزي كل الناس اللي عندك؟ كويس الحمد لله، كلهم بيسلموا عليك يا رب يكونوا بخير. انا عمي بقى محمد فوده. اهلا وسهلا، اهلا بيك، سلمي لي عليه وسلمي لي على كل الناس اللي عندك. كويس الحمد لله. انت شايفه منوره بيكي والله، اشتغلي مشرفونا مشرفه الجزيره بحالها. الله يخليك يا ست الكل، ده منوره بيكي وباهلها، انت اللي مشرفاني. سلمي لي كمان على عمي مرسي. حاضر. السلام على الشاشه لعمي مرسي. ماشي عمك مرسي اكيد سامعك دلوقتي. وعبد رخر بيسلم عليك. اهلا وسهلا بيه، سلمينا عليهم كلهم. واحد عايز يكلم. اديني مين اللي عاوز يكلمنا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ست غالية؟ الحمد لله. انا محمود ولد هيا. اهلا وسهلا، ازيك؟ الله يخليك، انا ليا حق طبعا كبير عندك. ليه بس كده؟ طبعا الاستاذ احمد حبيبي، وطبعا جه لحد البيت وما رضيش يطلع. والله انا كنت جايه عادي، يقول انا في الشارع اللي وراكي، قعدت ادور على اللي في الشارع اللي ورايا لحد ما عرفت اوصل للبيت، وسالت عليكم بس عرفت ان انت تعبان ما رضيتش اطلع. انا بقالي 6 شهور ما بعرفش على رجلي. والله عشان كده ما رضيتش اطلع، بس قلت ايه عشان انت تعبان وربنا يشفيك. انت طبعا معذوره، انت اول مره تيجي. طبعا الاستاذ احمد ده حبيبي من زمان. الله يخليك، بس والله انا دعيت لك والله، وقلت يا رب كل اللي سامعنا يدعي لك. ربنا يخليك يا سلام. عادتك مشرفنا، وربنا يتم شفاك على خير. ربنا يخليك. الحمد لله كله رضا من عند ربنا. الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا حلو. وطبعا من خلال البرنامج بقى سلم على الناس اللي كانوا معايا في المستشفى، الاستاذ احمد ومحتصم وبشير والحاج اسماعيل. والله احنا كل الناس معاك، عليك عايز اكلمك. كل الناس سامعاك دلوقتي. ألو. وان شاء الله ربنا يتم شفاك. الو الو. ايوه يا ست غالية، ازيك؟ عامله ايه؟ انا بخير، انت اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله يا رب دايما. سلملي على كل الناس اللي عندك وعلى عمك عبده. اهو قدامه اهو. كويس الحمد لله. سلملي عليه. الله يسلمك. يلا لو تعرف تغني غني لي قبل ما تمشي. ما بعرفش اغني يا خساره. يا خساره بقى، معلش. يلا مع السلامه. بتعرف بس تسوق عجل صح؟ يلا مع السلامه. يلا مع السلامة. الفرخة بعد ما شفته كده استوت وشربت تتبيلتها وبقت تمام وريحتها حلوة قوي. على فكرة انت ممكن تستخدم الصوص اللي نازل منها ده في أي حاجة تعجبك، يعني ما ترمهوش، ممكن تعمليه تحطيه جنب الأكل، تحطي منه على الأكل، تعملي منه اللي نفسك فيه. بصوا ممكن تستعمليه في أي حاجة ما ترمهوش. يا أستاذ عبير. ايوه ازيك يا مدام غاليه. اهلا وسهلا بحضرتك. عامله ايه؟ ده انت من فرلندا؟ انا بحبك قوي، انا بتصل. ده في حد بيزمر جنبك اهو. نعم. في حد عندك معاكي اطفال؟ معايا عمر ومحمد. ما شاء الله ربنا يخلي. ربنا يخليكي. عارفه انا بحبك قوي والله، بحب كل اكلاتك. انت بقالك قد ايه في فرلندا؟ بقالي سنه. بس وفنلندا دي بقى بيطبخوا زينا كده؟ ها؟ لا ما الاكل الشعبي بتاعنا لا، بس انا بعمل الاكل بتاعنا ده. اعملي انت بقى اكلنا وسيبي الباقي على الله. انا بعمله من يوم ما اتفرجت عليكي وانا بعمله. حتى ودوقيهم بقى هيتجننوا منك لو انت دوقتيهم اكلنا. لا اكلنا ما فيش منه صراحه. الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمه. الحمد لله. وانت بقى بالك مرتاح بقى في البلد اللي انت فيها دي ومبسوطه؟ لا يعني مصر احسن طبعا. يلا ربنا، ما هي انا بس بيقولوا مصر ام الدنيا، بس الحياه كفايح. يلا معلش، انت بقى تلاقيكي راحه مع جوزك. ربنا يا رب يروق بالكوا دايما، ربنا يخليك ويخلي لك جوزك يا رب.
وربنا كده دايما يوفقكم في شغلكم. هنيجي بقى عشان نلحق نحطها في الفرن، صينية السخينة بسخينة الموز. في ناس بقى يقولوا عليها باللافرنجي، يقولوا عليها كلام كبير. انا امي كانت بتقول لنا عليها ان دي سخنت الموز. كنا بنعملها في الشتاء من كتر الموز ما كان بيبقى كتير، والبرتقان كان بيبقى كتير. ودي اكله بتتاكل سخنه كده، بتتعمل صينيه بتبقى حلوه قوي. دي ما بتاخدش بالظبط 10 دقائق لا في الفرن ولا في السوى اللي احنا هنعمله دلوقتي، لان الموز بطبيعته بيبقى مستوي ما فيهوش حاجه، بس بتنزليه في حته زبده بياخد لون قبل ما بتحطي عليه البرتقان ومعاهم معلقتين نشا والسكر حسب مزاجك، وهتشوفوه هتطلع صينيه عامله ازاي. بس الاول ننقل الفريك عشان يستوي ونعمل على العين التانية. ايوه ولعي، اعملي معروف. ايه بيقولوا لي اسمها ايه؟ بانانا سبليت. انا ما اعرفش اقول الاسم ده، هي سخنت الموز بس. شكرا يا ست اميره، قولي اللي تقوليه انت بقى. ايه بانانا سبليت دي؟ هي سخنت الموز، احنا بناكلها سخنت الموز. بتجيبي صينيه، تضحك عليا يا عمرو. بتجيبي صينيه وبتحطي فيها حته سمنه مش كتير، يعني حته تكون معقوله، يعني ما تعوميهاش كلها سمنه، حته معقوله عشان لما ينزل فيها الموز. بس لازم ما تحطيش الموز غير لما السمنه تسخن قوي ويبقى الصينيه نفسها سخنه، عشان خاطر ما تنزلش منك تلزق وتيجي تشيليها تتعجن. لازم تبقى الصينيه سخنه نار عشان الموزه ما تلزقش فيها. نفس الصينيه اللي هتحطي فيها هي اللي هتصب فيها كله، هتصب فيها كل حاجه عبال ما تسيح. بقى بتجيبي البرتقان وتعصري البرتقان كتير، عاوزه تجيبي بسره براحتك، عاوزه تجيبي بلدي، عاوزه تجيبي اي حاجه زي ما تحبي براحتك. ممكن تعصريه وممكن تقشريه وتطلعي منه البذر وتضربيه في الخلاط وتصفيه، ده او ده الاثنين حلوين. ممكن تعملي ده وتعملي ده. بتحطي 3 معالق نشا، بس النشا ما بتحطوش على البرتقان برضه، نشا لو نزل على اي حاجه مباشر لازم هيكلكع، لازم تفكيه بشويه ميه صغيرين. وبعد كده بتحطي نص ليمونه على البرتقان، نص ليمونه اهي. شوفي بقى لما يبقى برتقان وليمون وموز، ده انت تاكلي اكله ما فيش بعدها ولا قبلها. بتحليه بالسكر حسب مزاجك، السكر حسب ما تحبي او زي في المتوسط زي ما تحبي. في السكر حطي. ايوه يا ام ميرنا حبيبه قلبي، الله يخليك حبيبه قلبي. ان شاء الله تسلمي. انا صديقه جديده على فكره. اهلا وسهلا بك، ده اصدقائنا كتر. يا مرحب، اهلا بحضرتك. انا بحبك موت، بحبك موت، بحبك جدا 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 بلا نهايه. الله يكرم اصلك. وحياه ربنا بحبك جدا، وبرنامج بتاع حضرتك جميل جدا. الله يخليكي، ربنا يكرمك ويخلي لك ميرنا. ربنا يبارك فيك يا حبيبه قلبي، الله يكرمك. عيالي بيحبوكي جدا 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 جدا، وانا بحب كل الاطفال معاكي صراحه. انا متابعه البرنامج بتاع حضرتك من رمضان. اهلا وسهلا. وعايزه اتواصل معاكي، مش عارفه خالص اوصل لك نهائي. اديكي وصلت لنا يا ست الكل، وده كرم بقى احنا مش قادرين نقول لك عليه. انا صديقه جديده للبرنامج ان شاء الله، خليكي بقى عارفه الرقم وعارفه اسمي ان شاء الله. ان شاء وأنا الله باذن الله بمشيئه الله تعالى ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله هعزم حضرتك عندي باذن الله تعالى. ان شاء الله يا ست الكل. انا اتشرف بحضرتك بجد بجد بجد، اتشرف بحضرتك، انا بحبك جدا. الله يخليك. وبعتبرك كده من بعيد كده من على طريق البرنامج، ان انت ماما وانت اختي الكبيره وانت كل حاجه ليا بجد. ان شاء الله تسلمي، كلنا اخوات. ربنا يبارك فيك يا حبيبة قلبي، وربنا كده يجعلك متوفقة إن شاء الله يا رب. الله يخليك يا ست الكل. ميرنا وزينة بقى عايزين يكلموكي. هاتيهم. هيتجنوا عشان يكلموكي. زينة قد إيه ومنة قد إيه؟ ميرنا عندها 5 سنين وزينة عندها 4 سنين. ما شاء الله، ربنا يخلي. ربنا يبارك لك فيك يا حبيبة. لا ده ربنا يزيد ويبارك من حبايبنا النهاردة. ربنا يبارك فيك يا حبيبة قلبي، بحبك أوي 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 أوي. وأنا بحبك أوي أوي أوي.
ميرنا معاك اهي. ميرنا بنتي دخلتي قلبي. ايوه يا ميرنا. يا ميرنا السلام عليكم. عليكم السلام يا ست ميرنا، اخبارك ايه؟ كويسه تمام. حضرتك عامله ايه؟ خلي مامي بقى تعمل لك الموز ده يا ميرنا. بحب حضرتك جدا. وانا بحبك قوي يا ميرنا. تعرفي تغني يا ميرنا ولا لا؟ ها؟ تعرفي تغني ولا لا؟ ميرنا. نعم. تعرفي تغني ولا لا؟ استني حضرتك، زي انا مع حضرتك. ماشي. يبقى اكيد. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازيك انت يا جانا؟ انا كويسة؟ جانا. ازيك انت، اخبارك ايه؟ كويس. تعرفي تغني ولا لا؟ ها؟ كويس. طب تعرفي تقولي احلى اسم في الوجود؟ اه. طب يلا قولي وانا هغني معاكي. يلا. اه. قولي. طيب. اه. واحد اتنين يلا قولي. يا احلى اسم في الوجود قولي. لا اكيد مش عارفة بقى. يا احلى اسم في الوجود. لا علي صوت. اه. يا اسم مصر. يا اسم مصر. ها؟ ماشي يا قمر. يا اختي عليكوا على كلمة مصر طالعة من بقك زي الفل. مع السلامة حبيبتي. آه زي ما شفت النشا، اوعي تحطيه على البرتقان على طول، هيكلكع منك ومش هتعرفي تتصرفي. لازم النشا في اي حاجة تحليه بشوية مية، لازم بشوية مية اهو، وتنزلي بيه بقى على البرتقال كده. النشا ما الا هو لما تحطي البرتقال على الموز هيتخنه شويه يخليه ملفوف اهي. ايوه يا هيام. ايوه يا حبيبه قلبي. يا اميره التليفون ده عليك يا روح قلبي. اخبارك ايه؟ السلام عليكم. انا غاليه مش اميره والله. ازيك يا ست السكره؟ الله يخليكي. انت غير، انا عارفه يا حبيبه قلبي انا قاعده مستنيه حضرتك كتير والله. لا احنا تحت امرك. انت نورتي اسكندريه يا حبيبه قلبي. ده كانت منوره باهلها. ربنا يكرمك. انت كل الكرم وذوق بصراحه، ووشك بشوش واميره. ان شاء الله تسلمي. الله. ربنا يكرمك. الله يخليكي. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. معلش انا مش بصلك، مركزه في المش شويه بس، حقك عليا هفضالك. لا يا حبيبه قلبي خلي بالك، ما تيجي اسكندريه احنا بنحب الناس عشريين. بتوع اسكندريه كلهم عشريين. ربنا يكرمك. على فكره انا سامعاكي. انا بحب اشوي على فكره، لا شوايه بالكهرباء ولا اي حاجه، انا بحب اشوي على صفيحه الميه، بشيل وشها وادقها وبشوي عليها. الله عليكي يا اختي، ده انت جبتي الفايده. ايوه يا حبيبه قلبي. وانت بتعملي الاكل بتاع اهالينا بتوع زمان اللي كلهم كرم. ما انا دايما اقول طول عمرك يا خاله وانت على دي الحاله، كلنا كده ما بنتغيرش، بنعمل كل حاجه بنفسنا. ايوه يا حبيبه قلبي انت. أيوة. والله ام الكرم. وبعدين يا حبيبه قلبي البروتوكول ده حاجه واحنا بنحبه اهل زمان يا روح قلبي. طبعا طبعا. ايوه انا بعد سلامي بقى لل ها سامعاكي، انا جايه لك اهو. خلصت يا حبيبتي لاولادك والحاج مرسي والست فيتي وماما ساميه الله يكرمك. ربنا يخليك يا حبيبتي، وكل واحد يتكلم معاكي الله يبارك له. الله يبارك لكل الناس يا رب. ربنا يخليك. على فكره بحبك ونفسي احضنك. انت عارفه انا سعيده جدا وكلنا سعداء ان كل حلقه بيخش لنا ناس جديده وناس ما كانتش كلمتنا وبتكلمنا لاول مره. ها؟ انت سامعاني؟ ايوه سامعاكي يا حبيبه قلبي. طب الحمد لله. حبايبنا بيزودوا يوم بعد يوم. انا بقول لك نفسي احضنك وابوسك وتيجي عندنا في بيتنا. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله يا ست كله قريب. القلوب مسلمه والله من غير حاجه. كل يوم بسيب اللي ورايا واقعد لك، خلي بالك. ماشي يا ست كله، واعملي بقى الموز ده هيعجبك قوي كمان. ربنا يا
يكرمك، انا عندي كريم وعندي ايه وهبه. ربنا يخلي ويزيد ويبارك. ربنا يبارك في عمرك ويخليك لاولادك. ان شاء الله. تسلمي يا ست الكل. تسلميلي يا حبيبتي، سلم ايديك. حصلت لنا الف بركه يا ست الكل. ربنا يبارك في عمرك ويوعدك بحجه يا رب ان شاء الله. ان اذن ربنا. امين يا رب العالمين. ان اذن ربنا. شرفتينا. مع السلامه. ابنك تليفونك؟ تليفونك يا حبيبتي. اخش على الكنترول يا ست الكل. مرسي يا روح قلبي، مرسي مرسي، مش هقفل انا. مع السلامه. زي ما شفتوا بتاخدي الموز زي ما شفتوا كده بتحطيه في حته سمنه، لازم تكون الصينيه سخنه نار عشان ما يلزقش منك وياخد اللون اللي انتوا شفتوه. وبعد كده اول لما بيطلع بتكوني انت عامله عصير البرتقال ومعاه ومتحلي بالسكر ومعاه شويه مكسرات بقى حسب امكانياتك. لو عاوزه تضيفي اي مكسرات، جوز هند، زبيب، لوز، بندق، اي حاجه حطي فيها، مش هتقولك لا. بس هي الطريقه الاساسيه كده. ولازم النشا ما تحطيهوش على البرتقال عشان ما يكلكعش، تديلي تحليه في شويه ميه وبتدخليها الفرن. مش هتاخد حاجه معاكي 10 دقائق بالكتير، هتطلع صينيه ملهاش حل. اهي هندخلها بس احنا الفرن. شوفي بقى لما تاكلي موز وبرتقال وليمون واحنا في الشتاء، يعني بتاكلي الحلو وفيتامين سي من اوله لاخره، عشان بس ما حدش يقول لا برد ولا انفلونزا ولا حاجه. على فكره الفرن بتاعه بيبقى متوسط، ولا تخليه عالي قوي ولا تخليه واطي قوي، الفرن بيبقى متوسط. والكوسه بتاعتنا كمان استوت، ده احنا الدنيا معانا بقت زي الفل. هناخد بس ايه الاستاذ محمد فوده واحنا بنرص الفرخه جوه الشوايه. استاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ ازيك يا ام غالي، عامله ايه؟ انت اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، يا رب تكون بخير. ربنا يديك الصحه، ربنا يخليك يا مدام غالي. وحشنا والله. وازاي كل اللي عندك؟ الله يخليك، كويسين الحمد لله. يا رب تكون بخير. سامع محمود بيكلمك دلوقتي. كان محمود اخوك كان بيكلمني. اخبارك ايه؟ يخليك. الحمد لله الحمد لله. جرب انت بقى، انا عارفه ان انت قاعد لوحدك، جرب انت الفرخه المشويه دي. لا ده انا لسه غاليه اللي فوق عايزه تعرف الطريقه بتاعت الحاجات اللي بتعملها ديت. قلت لها بكره اتصل لك بيه عشان ما اتفرجش على الحلقه من اولها. مش خليها بس تجيني البيت بس وملهاش دعوه بالباقي. ماشي.